سيد بوديبة، أهلا بك. بداية، ما هي المستجدات على مستوى نقابة الكنابست لحد اللحظة؟ المستجد هو وبعد يومين كاملين من دورة المجلس الوطني الاستثنائية، وبعد نقاش كان طال في الزمن، كان معمقا وكان فيه دراسة عديد الرؤى وواقع الحال، قرر المجلس الوطني في آخر ساعة من الليل في صبيحة اليوم توقيف الإضراب بداية من أول مارس 2018، مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة. نعم، تفضل. بطبيعة الحال هذا توقيف الإضراب جاء بناء على عديد الاتصالات، يعني من أعلى مستوى، على جلسات يعني تمت على مع أطراف إن على مستوى الوزارة أو على مستوى وزارات أخرى. ممتاز. وبالتالي هناك يعني بعد ما وضعت هنا ضمانات تسمح لي يعني لي أننا نؤسس أن الوضع يمكن أن يكون أفضل. عندها المجلس الوطني قدر في النهاية تعليق الإضراب والعودة إلى العمل بداية من يوم الخميس صباحا، من 1 مارس، من يعني. نعم. غدا إن شاء الله. طيب سيد بوديبة، قلت أنه قرر المجلس الوطني، يعني على أساس تصويت. نعم، على أساس تصويت. كيف كان التصويت؟ احكي لنا على ظروف اتخاذ هذا القرار داخل نقابة الكنابست، لأنه نعرفه إلى غاية المعلومات المتوفرة أنه كان فيه إلى حد ما فضل الحوار، وكان فيه دائما حديث عن تصعيد من قبلكم. طبعا كما تعلمون بأن الإضراب تم بناء على قرار من المجلس الوطني. وميدانيا نقابة كنابست أو الأساتذة يعني ميدانيا كان هناك إصرار وكان هناك صمود، والأساتذة في نفس الوقت هم دائما يدعون إلى الحوار، يدعون إلى التفاوض، يدعون إلى تغليب لغة الحوار لحل هذه الأزمة. والكل يعني عاش معنا كيف أن الإدارة عموما عجزت عن احتواء الأزمة في بدايتها، وأن اشتراط الحوار توقيف الإضراب بالحوار يعني أطال لنا الأزمة أطول. ولاحظتم تبعات عديد الإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، اللي هي سببت لنا يعني ظهور عوامل جديدة في المعادلة. وبالتالي هذا الأمر كله جعل كما تعلمون بأن الهيئة العليا، الهيكل يعني المكتب الوطني للنقابة، كنا في نفس الوقت هناك عديد الاتصالات، هناك عديد الجلسات الجانبية التي في النهاية نحن قلنا إذا عجزت الإدارة عن احتواء الأزمة فنحن اليوم قررنا أن ننهي هذه الأزمة. نعم. طيب سيد بوديبة، تحدثتم عن حوار، وأنه اليوم أنتم أمام خيار واحد، وهو الجلوس على طاولة حوار مع وزارة التربية. متى سيكون اللقاء المقبل والمرتقب مع الوزارة؟ بالنسبة للقاء المرتقب، الكرة الآن هي على مستوى مسؤولي وزارة التربية الوطنية. إلى حد الساعة لم يعني ما عندناش وقت محدد لهذا الأمر، لكن في نفس الوقت يجب أننا نعالج المشاكل في أقرب وقت. هناك مخلفات للإضراب يجب معالجتها حتى نؤسس فعلا إلى الهدوء المطلوب والاستقرار المطلوب، وحتى نجنب يعني بعض التبعات التي يمكن أن تعيدنا إلى نقطة الصفر. ولهذا السبب نحن أعضاء المجلس الوطني
تركوا الدورة مفتوحة. نعم. بمعنى إذا كانت هناك فعلا يعني تفهم لقرار المجلس الوطني وأخذه بالجدية اللازمة، فأكيد الأساتذة راح يعملوا جاهدين على أنهم يستغلون الوقت المتبقي لاستدراك ما ضاع للتلاميذ من دروس، لاستدراك ما هو ممكن. طيب سيد بوديبا، في هذه النقطة تحديدا لدي سؤالين. بداية قلت أنه وقفنا هذا الإضراب وندعو إلى الحوار وبعد ضمانات، ما هي هذه الضمانات؟ ثانيا كيف سيمكن للأساتذة تعويض ما فات للتلاميذ من دروس؟ تعويض ما فات للتلاميذ من دروس ليس بالسهولة التي يمكن أن نتوقعها. هناك ما يتطلب من خلال جلسات الحوار أننا نؤسس له من خلال التفاوض بطبيعة الحال على أيام الإضراب، وهذا طبعا يعود إلى استعداد وزارة التربية لذلك. وهناك أمرا فيما يخص قضية الوقت الذي تبقى لنا، بحيث أنه يجب أن نستغله بحكمة كبيرة، يجب أن التلميذ يكون في أريحية، يجب أن نعيد له الهدوء والتركيز. وبالتالي نحن ما عندناش خيارات كثيرة في هذا الموضوع. نحن الشيء الأكبر أن نحاول أن التلميذ يتلقى النسبة الأكبر من المعارف العلمية، وإذا تمكننا يعني بالتنسيق مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية وبالتفاوض الجدي حول الوضع الحال بالنسبة لي للأيام الإضراب وللمطالب، نظن بأن هذا يقدر يقلل لنا من ممكن تبعات الإضراب. مسعود بوديبا المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك. شكرا. العفو. إذن مشاهدينا كما تابعتم، كان معنا على الهواء مباشرة المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابست، والذي تحدث رسميا عن تعليق الإضراب وتوقيفه. وغدا إن شاء الله 1 مارس 2018 سيعود كل الأساتذة المضربين إلى مقاعدهم، واستئناف الدراسة ومحاولة استدراك كل التلاميذ الضائعة بالنسبة كل الدروس الضائعة بالنسبة للتلاميذ بعد 3 أشهر من إعلان إضرابهم. إذن مشاهدينا، نحو حل حالة الأزمة في قطاع التربية، عديد الأزمات في قطاعات أخرى هي مختلف العناوين الصحفية اللي تحدثت عليها اليوم، سنرصدها لكم في معرض للصحافة بعد الفاصل.